عشان تداري مبسوط البيضة دي؟ ما عشان مش متجوزة. دي مش بيضة، ده الضوء هو اللي عاكس عليها كده. مين اللي همزة دي؟ صاحباتي يارا دول غراب جدا، يوم اللي مقفلة وفيهم اللي مفتحة على البحر. باباكي نفسه يطمن عليكي، انتي مش عاوزة تفرحي. المهم اني قلت اللي عندي، والأهم اني هسيبك براحتك وهبعد بجد. كان نفسي احب واتحب. الموضوع بالنسبة لي ما كانش دبلة ومحبس،